راح نروح للخبر الأول من صحيفة عكاظ. نعم. الأنصاري تنتقد أداء الصحة وإهمال النفسية. نتابع. انتقدت عضو اللجنة الصحية في مجلس الشورى الدكتورة لبنى بنت عبد الرحمن الأنصاري في تصريح إلى عكاظ إدارة وزارة الصحة، وأكدت أنها أهملت الصحة النفسية ومعاناة مرضى الإدمان والمشكلات النفسية المرتبطة بالإدمان، لافتة إلى أنه لا يوجد هيكل واضح لرعاية هؤلاء المرضى، مؤكدة أن الأنظمة موجودة ولكنها غير مفعلة وسط غياب التبليغ الدوري عن ماذا يحصل لتطبيق أي من تلك الأنظمة. احنا يا ابو سعد في زمن الرؤية وبرنامجك هذا شفاف، وبرنامج يا هلا بالعرفة يحاول ان يكون يصل السقف للاعلى. الموضوع هذا خطير جدا. خلينا نرجع لاحصائيات. تعرف احنا ما نحب نتكلم من فراغ. الاستاذة الاخصائية الاجتماعية ملاك المليك تقول انه 50% من الشعب السعودي مريض نفسيا، ما بين 30% قلق و 20% اكتئاب. الاستاذة الانصاري هذه عضوة مجلس الشورى الحقيقة انها عجبتني، قالت الوزير صراحة، قالت الوزير لم نرى شيء منه على أرض الواقع، من سنة ما شفنا أي قرار وإحنا ننتظر زيارته للشورى حتى نحاسبه. الوزير كما تعلم الله يوفقه، وواضح أنه عنده عدة ملفات ولازم يحسمها، وأيضا إحنا ودنا كما نوصل صوتنا للحكومة أيضا أن نقول يا جماعة إذا أنه والله تبغونه في منصب معين، البلد مليانة كفاءات. هذا موضوع الصحة ترى ما يلعب فيه أبدا. تعرف هرم ماسلو في الحياة، أول شيء الأمن في الأوطان، بعدين الصحة والتعليم، هذا مهم جدا. فأنت تتكلم عن ثاني شيء في احتياجات الإنسان وهو الصحة، ولا يمكن تترك الاجتهادات أو والله وزير أو مجاملات، لا، يجب أن يحسم الموضوع بسرعة. إذا كان أنه الوزير مشغول في ملفات البترول أو كذا، يبحث عن وزير آخر بأسرع وقت، والإحصائيات مخيفة. إذا كان مجلس الشورى الذي لا يتكلم إلا بأدب رفع صوتهم، فبالك نحن أنه تقول بالحرف الواحد، تقول أنه مهمل مهتم في المدن الطبية، حتى ماذا يمكن مجاملة ذي، مهمل المراكز الأولية الصحية. تعرف المراكز هذه هذه للبسطاء، أما المستشفيات المدن الطبية هذه للناس اللي عندهم فلوس يعالج على حسابه. فأنا فعلا هذا الموضوع لازم يا أبو سعد، وترى والله والله الآن تفتح الصحيفة يوميا أخبار عن سيئة عن وزارة الصحة. حتى الرواتب الآن يمكن قريت قبل يومين نزلت رواتبهم، حتى الرواتب صارت تتأخر. فأنا أتمنى فعلا يسمح للوزير أن نكون قاسيين معه، حياة الناس ما هي لعب يعني، في الأخير أنت في البدن. لا خليني الحقيقة في هذا الموضوع، موضوع الصحة تحديدا، وأنا الحقيقة أوجه كلامي لوزير الصحة كما الحقيقة أوجهه لولي عهد الولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأقول لهم تكفون، ترى هذه مسألة محزنة جدا. أنا يصلني كثير من الرسائل وكثير من الإيميلات وكثير عن قطع العلاج في الخارج لناس أوشكوا على نهاية العلاج وناس في منتصف العلاج، ولما نبحث لقينا أنه في موظف قاعد يفلتر، يعني هو يتعامل معها كأنهم آلات. فأنا أتمنى هذا العلاج خارج المملكة في ناس محتاجينه فعلا، اللي زراعة كبد واللي علاج من أمراض صعبة جدا. لا يعقل الحقيقة في وبلدنا هي المملكة العربية السعودية اللي هي من قررت وهي من أرسلت الناس، لا يعقل أن يأتي موظف أو يأتي وزير صحة يتعامل معهم على أنه بريك إيفن وبريك. صحيح. لا، القضية ما هي كذا. في ناس في أمريكا أوشكوا على نهاية العلاج رجعوهم، في ناس قفلوا ملفاتهم في منتصف العلاج في بداية العلاج، يعني طالما أنه أرسلوا والعلاج لا يوجد إلا هناك، فأنا أقول هناك خطر، ما هناك موظفين في الوزارة يتعاملون معه على تقليص تكاليف. العلاج أولوية للمواطن السعودي. نعم. أتمنى 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 من المحمدين النظر في هذا الملف نظرة إنسانية عاجلة. هذه طبعا واحدة من الملفات. نعم. سعد برافو عليك، فتحت من الأسبوع الماضي جايني وإيميل من نفسه أنه المبتعثين في الخارج أو اللي يعالجون قطع العلاج، تردي عدم العناية بمراكز الصحة الأولية، عدم الوزارة كلها تحتاج إلى شغل كبير. يعني هذه واحدة من احنا ما نقدر نعدد، لكن نتمنى انه فعلا يلتفت اليها في كل الجوانب. لو تبي تعدد قعدنا لبكره نعدد المناطق السوء في الوزارة ومناطق الخلل. فنتمنى فعلا ان الوزير يعني يستعين بالكفاءات اللي حوله، اذا هم الشغل يحط مثلا واحد نائب قوي ويحط اثنين وكلاء قوياء بحيث انهم يشتغلون ليل نهار. نعم.
عموما الحديث في وزارة الصحة يطول، نتمنى إن شاء الله أنه نجد في نهاية النفق ضوء. أي والله أنا بالنسبة لي صار أصير أدعي الله ما يرزقني أمراض، وإذا جاني مرض نمت في البيت، وإذا لأنه أفضل أنك تحسب عند الأجر من الله عز وجل، والله المؤمن دائما في أمره كله خير. نعم، كله ما عند الله خير. نذهب إلى الخبر الثاني من صحيفة الوطن. جمعية أهل السعوديات للعمل كصبابات قهوة، نتابع.